الإمام دائما من خلال منبره دائما يدعو إلى الوحدة ويدعو إلى الألفة، دائما يدعو إلى حب الوطن، دائما يدعو إلى أن نكون كلحمة واحدة، دائما يدعو لأن نكون كما قال فينا الله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين والمؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الأمة والحمى. نحن نرشد شبابنا ونوجههم إلى أن ينتهجوا نهج أسلافهم وآبائهم الصلحاء. يقول سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، ويقول كذلك سبحانه وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فارتئاء لهذه الآية أو لهاتين الآيتين، إذا رأى رئيس الجمهورية بأن يكون يوما للإمام وهو يوم وفاة الشيخ العلامة سيدنا الشيخ محمد بن الكبير، خصوصا نحن في هذه الولاية، ولاية طمراست المتاخمة للحدود، فسر الأئمة الحقيقة يقومون بجهودهم من أجل أن يحفظوا للمجتمع طمراستي والعين قزام وغيرها من الولايات الحدودية، يحفظون لهم دينهم الصحيح، ويحاولوا أن يبعدوهم عن كل تطرف وكل ما يشين دينهم ويشين فكرهم.